السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم جريدة مغربية بريس سعيدة خشان بدوار ولاد سعيد جامعات المرابط إقليم الصويرة. السلام عليكم. السلام عليكم. اسم الفاضل الأخ الكريم. المراوي عبد العاطي بن سعيد بن عمر ساكن دوار سعيد جامعة المرابط تفتشي إقليم الصويرة. بنيت واحد الحيط الناس كيبنوا، لقيت صيفتي المخزنيه قالوا لي المخزنيه ما تبنيش انت، قلت لي الناس كيبنوا قال انت ما تبنيش، قال لي العضو انت ما تبنيش. قعدت واحد يومين جاب لي العضو اربعه الناس، جوج ديال الاعضاء هو وجوجا وعبد الرحيم عضو هذاك وعضو هذاك والرحيل مصطفى وملوك مبارك محمد بن العياشي، جابوا لي اربعه الناس والشيخ المقدم الورات حسان وعمليه عزوز الشيخ نعم قدم جايبين صايقينهم ريبوا لي المحل ديالي مع العشرة ونص ديال الليل. درت الدعوة المحكمة الجنائية الاستئناف، الاستئناف مشاو حضر واحد معايا من لوك مبارك الاخرين ما حضروش. رجعت اختر اخرى عند سيدي هو مات سيد كمال الله يرحمه، مات فوق الكرسي في اسفي، قال لي باخوك فتو قدام يعطيك 15 عام ديال الحبس. شكون هو؟ القاضي، القاضي اللي كان في اسفي، القاضي كمال اللي كان في اسفي هو اللي قال لي لا باقي جيتي لا نصيب 15 عام كاع الحبس سير في حالتك. ولكن مدور اللي قال لي اخر من الصويره فاميلت هاد الناس كاين عندنا في الصويره قادي واحد مدي بنت خالته وواحد فاميلته باه جا رفعوا لي هاد الناس هدموا لي المحل ديالي. من بعد هدموا لي المحل ديالي اللي هو ملوك مبارك محمد بن العياشي، لقيت عنده 180 طن ديال الدقيق، حنا 18 واحد بلا كارتة تشد فيه ب 2400 ريال دعيناه ما تشدش. الزهراوي عبد الله بن عزوز بلغتو به السلطه وما تشدش ما تشدش. وعلاش ما تشدش؟ كاين في يدي هذاك السيد. شكون هو السيد؟ قاضي في الصويره فاميلتهم تولى الباه فاميلا ديالهم تعاون معاه ما تشدش في الهدم ديالي ولا في 180 طن ديال الدقيق المدعم. حنا 18 واحد بلا كارتات ديالنا شهدنا ما تشد. 180 واحد اللي شهد فيه وما تشدش. لا حنا 18 واحد. 18 اللي شهدوا فيه وما تشدش. 180 طن ديال الدقيق المدعم اللي باع. ما تشدش. تسعود البياجات. كل بياج فيه 20 طن ولا 18 طن تقريبا. ما تشدش. جا هاد السيد ريب ليا محالي ومن بعد ريب ليا محالي مات واحد المرأة هنا عند واحد السيد شاد هكا تاكل وتشرب. قال لي تدفن معنا، قلت له ما وديش علمته. قال لي لا. قلت له أنا ما نقدر ندفن معاكم. هاد الناس ولاو ضدي. قال لي انت سوقك الدور المراه دفنوها من يجي لنا. كيفاش ماتت ما عرفتوها؟ باش ماتت الدور دفنوها حمام عند مفتاح ابراهيم بن عمر وما علمش هو شاده وما علمش مات عنده. وسالم بن عمر بن ناصري مات عناق يقمروا حرقوه بليسانس نسيب العضو. كيفاش حرقوه بليسانس؟ خوالي ليسانس كيقمروا خوالي ليسانس تحرق سالم بن عمر هكاك مباشره تحرق هكاك حرقوه اربعه الناس ما تشدوش. شكون هما ضربات الناس؟ هاد ربعات الناس كاينين في الدوار. شكون هما؟ يعني دراهم زادوا ما بقيتش عقلت السميه ديالهم، هادشي واحد 8 سنين. ولكن تعرفهم انت الا شفتهم؟ نعرفهم دابا نعرفهم نجيب لهم سميتهم ونعرفهم. السلطه ما خبروها ما والو. لا وتقول ما داو دفنوا وصافي. جا دار 100 مشى السيد تدفن وصافي. وقتاش هادشي وقع؟ تقريبا شي 7 سنين ديال 8. ذكر لي السنه. تقريبا 7 سنين 8 ما بين 7 8. في 2000 واش؟ هذا شي 2013 2012. راه هاد الكلام خطير السي عبد العاطي. واش انت يا واتسنتي امزيه ثانيه العضو عندنا امراه هي في البلاد غادي نجيبوها ولد معها ثلاثه البنات جوج مفقودين وحده باقيه ما عرفتهم ميتين ولا مبيوعين وحده باقيه وراه كاين تحاليل تقولها مباركه الضو في ولاد سعيد مع العضو ولد معها ثلاثه البنات جوج مفقودين غير شرعيا بلا شرعيا وحده سقال واحد السيد مريض بتولي بنتو بزز قال لهم انا الله يجيني منها قعدت عندهم ماشي شهرين هادشي كلشي اللي شفتو كنعلم به دار كسيده بالطوموبيل ديالو مشيت علمت به لقيتو مع الخمسه الصباح دار كسيده مع الشركه ديالها تاي قال لي جا دار 100 تلقي لي واحد الطوموبيل قلت له الزراوي عبد الله نقام ديتا هو انا غا علمت انا غا شفت انا كندير سمسار كورتي شيفور شفت حاجه عند فيها الدرك الملكي هاد السيد ولا ضدي ولا كيريب ليا ولا كيحبسني ولا كينتقم مني وكيجيب لي اربعه الناس خمسه الناس جيب لي الشيخ وجيب لي المقدم واربعه الناس وانا عندي ثلاثه الناس طول مسد مختار الناس ديال البلاد ما كيشهدوا ليا كيخافوا منهم دوار كيخاف من العضو وكنجيب الناس مسد مختار كيشهدوا كيخدموا معايا حتى كيشهدوا
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله ينصر سيدنا وأنا معلق بيد الله وسيدنا وزير العدل. بيد الله وسيدنا وزير العدل. الرسالة اللي من تتوجهها من هذا المنبر هذا؟ كان وجهها سيدنا نصر الله وحفظه وأيده. وكان وجه الوزير العدل الله يخلص سيرفيسو على خير. والله يحفظه. أنا واحد السيد عمي ما قاريش هاد الناس يبقوا ليا. صافي فين ما مشيت كيزروا عليا ولا لقاو الكذوب نتعاقب. اللي بقى في قال عمو يدوز في الحبس. يعني إلا كذبت على هذا الشيء نتعاقب. نتعاقب. ينتحروني ويديروا اللي بغاو يطرقوني إلا كذبت على هذا الشيء اللي قلت. إلا كذبت على كران وين يذبح يكون قاصح يجي البحث اللي يذبحك من الربح على هاد الناس اللي ماتوا بلا ما جات السلطه هنايا والسلطه ما جاتش دارت التحريات ديالها جات ويني ما كاين والو كلشي بيد الرئيس المصفح محمد والزهراوي مصطفى كيجيو من مراكش كيقادوا المسائل باللي صافي كيجي مصطفى خدام فلاحه خو الزهراوي عبد الله وتهز موتور محرك ديال دار الحليب وتقاش مشيه ودان مراكش خو باع الموتور في الفلاحه هو اللي عارفو دابعو وهادشي علمت فيه ولو هاد الناس ضدي انا غير كنعلم شتا كنعلم بها وعسى سيدنا ونصر الله الملك ووزير العدل كنتعلق بيدهم بيت البحت يكون من الرباط ما يكون من الصويره ما يكون من اسفي الصويره واسفيله وكاين السياسات على الصويره واسفيله ما كيديروا ليا والو متاكين اشنو فيها اختراقات الاختراقات متاكين رئيس الجامعة عندنا قوي رئيس الجماعة كيدفع كيفاش رئيس الجماعة عندكم قوي كيدفع كيفاش قوي كيفاش قوي لاباس عليه كيدفع داكشي ديال التقدير ديال التعصير ديال العشوب لفرنسا وما غادي نديرش معاه وكاين رئيس الجماعة رئيس المحكمة من البلاد ورا اليوم الدنيا وحدة الأخرى هاد الناس ضاعين عليا كاملين وين بيت دابا وزير بيت محمد السادس وبيت وزير العدل الله ينصرو الله يحفظو الله يحفظ وليدو أنا هو اللي بيضرب فقط بجلالة الملك وزير العدل زوج الناس بيتهم وصيفطوا لي البحث يكون قاسي وانا هاني موجود هلا كارت ديالي هنا كل شيء هنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بيتي البحث فاش بالضبط قول لي واش فهاد الجثث اللي ماتوا البحث معاهم كل شيء هادشي في الارض في الدار اللي تهدمات ليك اياه في كل شيء يبحثوا معايا مني انا ونزيدوا يجيبوا لي الشهود ديال واش وقع ليا وعلاش وقع ليا هادشي هذا ليش حتى كان عن بها اللي اشتكى عن بها وعندنا السياسه نهار 5 نهار 12 2019 في الجامع 15 واحد درت شهود الدرك الملكي ما دارش شي شهود دار فتح الفقير العاد وحده ومشوا عند الدرك الملكي ما عيطش يا الدرك شي شهاد الدرك هو باقي في تفتش انت دابا كتلغي اسفي كنلغي اسفي وصويره كان بي بغيتي البحث يجي من الرباط من الرباط بحدا سيدنا نصر الله وحفاده وعيده من رباط يجي البحث ويجيب واحد الدرك يفتش درت 15 شهاده للسياسه ما درت حتى واحد عيط لواحد قولي بوج مع ناجح قال لي هادشي كاين قال لي سير فحالك ما تعيط الاخرين دار الوكيل الملك الصوره حفظوها ليا مشيت للاوقاف مشيت للمجلس العلمي قال لي هادشي وهادشي واعر ومنين مشينا عند الجدرميه خلوا اخويا ما عيطوا حتى شي شهاد واش انا نمشي نجيب الشهود الدرك الملكي هذاك السيد قال لي نهار الجمعه نجي للجامع باش نتصنت الشهود ما تلاجاش هذاك الدراكي قال لي اثنين نهار الجمعه ولا الجمعه باش نطيقهم ما تلاجاش دابا واقف تفتاش هذاك الدراكي دابا كاين 15 واحد باش ما شهدت بالله الفقيه دار دعاء العضو بالليل في رمضان الله ينصر هذا العضو الله يعاونو الله يحفظو ما دار المقدسات ما دار والدينا والديكم ما دار حتى شي حد ما دار الانبياء ما دار الملك بعدا مسبقه المقدسات مسبقه حنا كنمشيو بالظل ديال المقدسات وغادي نفتخ المقدسات نصر الله وحفظه وإيده والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كانت معكم سعيدة خشن جريدة مغربية بريس من دوار أولاد سعيد جامعة المرابط إقليم صويرة.